نعم، معنا حمزة إبراهيم من السعودية. مرحبا يا حمزة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير إن شاء الله. إن شاء الله. أبغى أسأل، بس أنا في رمضان الحين يعني مرات أصلي الأوقات كلها في المسجد بس صلاة الظهر مرات ما أصليها. يعني كذا. كنت بتكون وين في صلاة الظهر ما قاعد تصليه؟ بكون نايم، يعني أنا بصلي الفجر كذا، بصلي يعني الفجر غلبك الفجر. غلبك النوم يعني، لكن بتصلي أيوة. حاضر قبل فوتوان ومش كدي، بصلي الفجر انا وبصلي كل الاوقات بس الظهر. اما الظهر ده بتصلي بعد ما يدخل وقت العصر، والله بس بتفوتك صلاة الجماعة وتقوم تصليه حاضر. لا، بقوم بنجز انا العصر اذان. ايوه سمع، ما دام كده يا اخي ربنا سخر لنا التكنولوجيا عندك، شوف ليك منبه اضبطه ساعة النوم عشان تصحى ساعة صلاة الظهر. الموبايل لذات ربنا سخر فيه ساعة، ممكن تضبط الجرس، وأسعى الولاد في البيت بيضبطوا الجرس بتاع الموبايل صحين للسحور. ممكن تضبط الجرس ده على صلاة الظهر، أول ما يكون صلاة الظهر تصحى تصلي الظهر، بعد ذاك اللي لقيت نفسك لسه مرخك دار تنوم تنوم. لكن لازم يصلي، لازم يضبط، لأن الصلاة في وقتها. ربنا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على ميقاتها. نعم نعم.